يقول: مات اخونا في حادث مروري، فدفعت لنا شركة التعميم مبلغا ماليا نيابة عن القاتل الخطأ، فهل يحل لنا هذا المال، علما ان المتسبب في القتل لم يدفع شيئا وانما شركة التأمين هي التي نابت عنه؟ هذا ظلم واكل لأموال الناس بالباطل. الواجب على الجاني، على الجاني الذي حصلت منه الجناية، هذا الواجب عليه الدية او على عصبته او على عاقلته. اما انك تحمل الناس والمساهمين في الشركة وتاخذ اموالهم، هذا لا يجوز. نعم.